السلام عليكم أصدقائي، أنا اسمي سيزار وبرحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. حكينا في فيديو سابق عن نوكيا 6 وكيف أنه شركة نوكيا بدأت ترجع للسوق وتحاول تكسب ثقة الناس، وبرضو عملت جهاز ثاني أكثر من جهاز بفئات متقاربة جدا لحتى يكون عندها البيع من أكثر في أكثر من مجال. وعشان تشوفوا فيديو نوكيا 6 اللي أنا عملته بدكم تلاقوه هون. إذا مش هون لقطه. هي مواصفات هذا الجهاز النوكيا 5 كثير مشابه للنوكيا 6. عشان تعرف مواصفات الجهاز نوكيا 5 وسعره خليكم معنا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا. المواصفات: شاشة بقياس 5.2 انش بدقة 720x1280 وكثافة بكسل 282 بكسل لكل انش. شاشة تأتي عليها طبقة من زجاج الكورنين جلاس لحمايتها، مش محدد، ما حددوا شو النوع، طبعا ممكن يكون 3 او 4 او 5. اما بالنسبه للمعالج فهو سناب دراجون 430 اللي هو رباعي النواه بتردد 1400 جيجا هرتز، معالج ممتاز نفس المعالج الموجود في نوكيا 6. بالنسبه للذاكره في عندنا 2 جيجا بايت رام ذاكره عشوائيه زائد 16 جيجا بايت سعه تخزينيه، ببلش ب 16 جيجا بايت ومعك اس دي كارد ل 256 جيجا. 16 المفروض انها خلص يعني، خلونا ب 32 رخيصة، خلونا ب 32 32 جيجا نبلش واطلع لفوق. عنده نفس كاميرا النوكيا 6، كاميرا 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.0 وبتصور فيديو بدقة فول اتش دي. ناس بيسألوني شو الفتحة العدسة f2.0، ارجوكم ارجعوا لفيديو اللي عملته عن الكاميرا بشرح كل هذه الامور عشان ما نعيده مرة تانية. اما الكاميرا الاماميه فهي بدقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه 2.0. مهمه هذه الفتحه ليش؟ لانه كل ما قل هذا الرقم كل ما كان الكاميرا ادائها احسن. بالنسبه لمدخل الجهاز فهو مايكرو يو اس بي مش يو اس بي تايب سي للاسف، ويوجد قارئ بصمات في الامام. بالنسبه للبطاريه فهي 3000 ملي امبير، كبيره ممتازه ولكن لا يوجد شحن سريع. السعر يبدا ب $215. أنا رأيي الشخصي بتوقع نوكيا كان لازم تكتفي بجهاز واحد اللي هو النوكيا 6 وتركز عليه ويكون من الفئة المتوسطة وتضبطه وتحسنه وتعمل كل دعاياتها على أساسه. ولما الناس تشتري نوكيا وتشوف الجهاز وتتعامل معه وتحس إنه الجهاز والله سعره ممتاز ومواصفاته ممتازة، طلع الأجهزة الثانية، طلع فلاجشيب ما في مشكلة. بس إنه تطلع جهازين نوكيا 6 نوكيا 5 يعني كثير قريبين من بعض المواصفات، مش هالفرق. انا بالنسبه لي راح اخذ نوكيا 6، ما راح افكر بنوكيا 5. هذا رايي الشخصي. يا ريت تشوفوا الفيديو وتحكوا لي شو رايكم في الموضوع. هل فعلا انت بتفضل يكون عند نوكيا اكثر من فيرجن؟ لسه في نوكيا 3، شو هذا نوكيا 3؟ نحكي عنه ان شاء الله في فيديو قادم. اكتب تعليقاتك في البوكس واحكي لي شو رايك. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، لا تنسى تعمل لي لايك شير سبسكرايب، وان شاء الله بدي اشوفكم في الفيديو القادم. الى اللقاء.